Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arifakum ala nafs. Ismi Farisha Nabila binti Muhammad Jeffrey. Kenal-kenali Farisha. Umri zamannya tak asyara sana. Agami kota tinggi. Hiwayati sibakul darajat. Umniyati muhajirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aziliana binti Muhammad Kahar, KAD 23060707. Umuri samanya asyara sanawat. Askunu fi kem Sultan Ibrahim. Hiwayati akala makulat. Yukadu samanya uhwa. Ana al-abinatu samina. Uridu an asbah mu'alliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ayunu Batisha binti Luqman. Umri sama niyata asyara. Hiwayati hiya musyada al-kisas. Askunu fi parit mengkuasa benar ponten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تموت يوم من الايام حتى لنا وشكلنا يعني انا شبهك تمام عمري سمانية عشرة سلام يلا مد الايد اسكنوا في كابو ليل مجيد جهوبها بتيجي على البال على حمل جبال طالبة مركز الدراسة الإسلامية والعربية بولاية جهور هذا أبي ناس بترتاح لك ساعات واسمه أيوب بن يوسف طفوك من غير كلام أصلي فيك منهم هذه حياتك معدودين اللي بكرة واسمها دايت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لنا وشكلنا أسرتي يعني أنا شبهك هوايتي قرأت الرشاة يلا مد الإيد من غير كلام شكرا مع السلامة بتيجي على المال والسلام عليكم ورحمة الله انت وبركاته مهما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ اسمي نور الإزاتي صوفيا بنت محمد نزري أنا في 19 من عمري هوايتي هي قراءة الكتاب طموحي هو أن أصبح معلمة منزلي في مدينة باتو بحر لدى 13 أنا أحب وجهة نظري بيئتي مشهد بيئتي يهدئ ذهني أنا ممتن لكل دعم الذي تلقيته الحمد لله الكثير مني شكرا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي نور إيمان شهيدة بنتي يحيى عمري 22 سنة أسكن في باتو بحر جهور اسم أبي يحيى بن سليمان واسم أمي صالحة بنت مهاجر أملي المعلمة